الجنسيه بدون نقطه الجي، يمتلكونه، وانا احييهم واقدرهم ويعني اجل فيهم انهم يكافحون. بس ايش معناها، ايش معناها بدون نقطه الجيم؟ معليش يعني صعوبات تعلم عندي. عندك صعوبات؟ ايه. انتم عندكم النرحسيه. اللي هي النرحسيه هذه كلمه جديده لانكم انتم جديدين على النرجسيه، فانتم خميتوها بكره من الحوسه، وانتم خميتوها بكره مسموح ونرحستوها. بالمناسبه ابو مبارك انت مميز. النرجسيه انا ولله الحمد لا اتصف بها، لماذا؟ لانها هي في اصلها ثقافه يونانيه، وهي بالمناسبه قيلت وابتدعت لاجل ان هناك رجلا اسمه نرجس، ونرجس هذا من اليونان ووسيم، وكان يعني بوسامته وجمال شكله يستقطب قلوب الفتيات وكذا. وفي يوم من الأيام توفي، وكان حول قبره ورد النرجس أو شيء من هذا القبيل. لا، وردة سموها النرجس. أي نعم، فسموها على الاسم هذا. ففي نهاية المطاف هي في اعتقادي أنا هي شيء أرحب بالأسطورة الأعظم في تاريخ الوجود. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا. يلا حي. مرحبا وسهلا. أنا والله أنا باك تنتظر عشان أرحب بك، لكنك أنت منتحى المحل. والله يحييكم. مرحبا به ملي. والله انتظرنا عجل ما شاء الله. عجل يا أبو شوق. شفت إنك إحنا بنت لاعب. كلمك يا أبو سعد. الله يحييك. مرحبا ومسهلا. وشلونكم؟ مرحبا يا أبو شوق. طيبين. وانقذت يا أبو شوق. إحنا كنا داخلين في صراعات. اشوف النرجسيه اي خلاص ما عاد ابغى ندخل المواضيع هذه. اللي نعم دخول صراحه اول مثل التوازن. جميل. سمي ابو مبارك. انا تنرفزني، لكن ربيع مو بده يقطع قصته، بدنا يكمل قصته خلص، لكن بعد القصه لا اتكلم النرجسيه مره. هي ولذلك انا احاول اني ابين لك معناها لكي يلغى. لا تطلع من القصه. ولذلك هو يوم توفى هذا نرجس سموا الورد اللي من حوله بنرجس، او المصطلح النرجسي يعني في ما يرى بعزة النفس ورفعة الذات وشيء من هذا القبيل. هو في نهاية المطاف يأخذونه الناس على منحنى أنه نرجسي أو شيء من هذا القبيل. أنا ضد المصطلح هذا للأمانة، وأعتقد أن للمرء عندما ينظر إلى نفسه بمنظور أنه يعني شخص جيد وشخص رائع وشخص جميل، هو خلق عربي نبيل، وعظماء العرب في هذا المجال لطالما كان لهم إرادات كثيرة، منهم عنترة والمتنبي. المتنبي يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدب. هنا امتداح صريح للذات وامتداح صريح لما يقدمه هذا الرجل من إبداعات. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والرمح والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا المتنبي. كذلك في الجاهلية عنترة بن شداد من أشجع العرب كان يرى في نفسه يقول وأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها. فقبل أن نعرف نرجس وقبل أن نعرف نرجسيته هذه وقبل أن نعرف اليونان وثقافتهم، العرب تنظر في ذواتها في الرفعة، ولا يوجد عربي يوضع أن ينزل إلى مستوى في, في, في مقام هزيل أمام العرب. لكن وش الإشكال أن المتنبي وعنترة وغيرهم كانوا نرجسيين؟ وش المشكلة؟ لا هم نرجسية ما يخالف، بس مصطلح النرجسية تمام هو أصله يوناني. أي ما عليه. هنا مشكلة. طيب أجل فيه أجل فيه. ننسى المصطلح ذا. أي. شخصي وذاتي العظيمة. أي. أي. هذا وش نسميه؟ هذا نسميه طال عمرك خلق عربي عظيم. والله شوف صلع رسولي. أنا من يوم يجيني الواحد يقول أنا وأنا 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 أخليه يمسك الخدمة ويطلع السريع، ولا عكس. سلام. يا سلام عليك. أروح الخدمة يروح للسريع. تدري انه ساعطه ابعد منه مره. لكن انا اجل في ربيع انه حاول يعني يطلع من الموضوع هذا، يقول يعني اذا بتمثلنا مثلنا على العرب فنحن اهل الفخر واهل الاعتزاز، ولا تمثلنا على يونان. هذه نظرة عميقة. اذا تكلم عن الادب والتاريخ والشعر فانا معه. لا ايه؟ انا معه. لكن ان جاء ربيع شوف يسمعني الحين، ان جاء ربيع قال انا يجلدني يا عزتي انا 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 المتفرد انا 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 أنا الذي لم يخلق في جيله مثله. لا هذه اسمها المواهب الناشئة. تحاول تشحذ الهمم، فأنت عادي عطهم جوهم عشان يا أخي إن شاء الله تقوم في المستقبل. شوف خلك نرجسي في مجالك، خلك نرجسي في مجالك. شوف هو من الذكاء يكون نرجس في مجالك، لما يجي يقول أنا الأديب وأنا التاريخ وتسولف عليه تدوخ اللي قدامك ذا تلخبطه لين يروح. صح كلام. هذه اعظم نرجسيه انا اشوفها صراحه. بس ابو مبارك، بس علشان نختم الجزئيه، بما انه انفتح الموضوع انفتح الزاويه هذه الجميله، انا اعتقد ان مدح الذات بكثره امام الاخرين في غير موطن
يسمح لك بمدح الذات أعتقد أنها موضع حماقة، إلا إذا كانت تؤخذ من ناحية الطرفة المزح. والرجل في حقيقة المطاف إذا كان مع مجموعة فهو لا يبدع إلا بإبداع المجموعة، وهو لا يتألق إلا بتألق المجموعة. وكم من شخصية عظيمة فشلت جراء فشل المجموعة، وكم من شخصية عادية نجحت نجاحا أسطوريا جراء نجاح المجموعة اللي هم معها. وأنت يا ربيع ما دحك فعلك. اي والله يا نوم عيني والله العظيم والله اي والله يستاهل والله والله انا من معجبين يا شباب. ابو خزامه ذا الليل ابو خزامه ذا الليل لا 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 هنيه ان شاء الله انها مبارك الرجل نقول انا ان شاء الله انها طيبه يا رب. ابو خزامه داخل وجالس يقول فلان يمدح فلان وانت افضل من فلان، هذه فيها شك. لكن خل احنا نجود لنا خط عشان ما ندخل في الموضوع ذا. نعم انت خايف اني احدث فتنه بينكم؟ لا اهم يعني صار قد حدثت قد حمد لاقي هي قد صارت. الله يستر سعد اشوف البث قد وزت. حنا على طاري النرجس والخزامه نعم والامور هذه كلها سلام. ابو خزامه سلام. اول مره اسمع ابو خزامه والله. من يوافقني الراي؟ لا احنا قد سمعناها ولكنها مش منتشره. يعني أنا أول مرة تمر علي أبو خزامة. أنا كذلك في خزمة لكن خزامة نبتة خزامة. تكلمنا عن هذا الاسم. أزين من أزين النبات. تحدث عنه.